ما حكم مشاهدة فيلم الرسالة إذ فيه يعرف الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة سهلة جدا؟ حاشا لله، ليس فيه معرفة السيرة، وإنما فيه معرفة الإلحاد والزندقة. فيلم الرسالة وما شاكله من الأفلام التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمثل البعض أدوار النبي صلى الله عليه وسلم أو أدوار أصحابه، بل جميع التمثيليات محرمة بإطلاق، سواء سميت تمثيليات إسلامية أو درامية أو غرامية أو عاطفية أو نحو ذلك، كلها محرمة وكلها كذب وكلها دجل وكلها ثمنها حرام وبيع أشرطتها حرام. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أكل حتى النظر في قناة الرسالة؟ هذه محرم، والنظر في قناة طيور الجنة محرم، لأنها تشتمل على بدع وخرافات وموسيقى وقلة حياة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.